السلام عليكم خاوتنا، ان شاء الله تكونوا بخير وانتم والاهل تاعكم. في لا بريسيدونت فيديو تاعي جافي دوموندي ا الاسلامولوج جيلو ديرنا ان اكسبوزي على الوهابيزم، شاولا الوهابيه اي سورتو نو فير لا ديفيرونس انتر مسلمان اي وهابي. دون سا ديرنيير فيديو، دون سون ديرنيير لايف، في لي بروميير مينوت il donne une réponse entre wahhabisme et islam. Je ne sais pas si c'est pour moi, c'est ma réponse à moi, c'est la réponse d'une autre personne, mais n'empêche que j'ai envie de répondre à ces conneries-là. Bon, ceux qui sont allergiques à l'imbécilité, c'est pas la peine de faire jouer de la vidéo. Par contre, les étudiants en psychologie ou la psychanalyse, je vous invite à voir ce morceau parce que c'est le summum de l'ignorance et de l'ignorance à l'état pur. Ma kach jahl fouk hada, ma tbanlich belli ghadi yji fani notre vidéo jahl akhtar min hadi, parce que les conneries li qoulhom ma l'islam ou muslimin c'est apologique. Tba maana dafou ala l'islam li rabb dialhom rabbhom yak Allah maktoub fi l'Quran fi l'kitab dialhom Allah qal lak فالله حارس على دين الإسلام إلى يوم القيامة. هذه الآية زعما ماذا بيقولنا وين نستها؟ باسكو جو بونس باللي هذا هو الحل، ما عندناش مصحف كيف كيف. ماذا بيك هذه الآية تبدها لنا؟ ولا ناوي آية بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنا نزلنا الذكر ونحن له لحافظون. سان ريان افوار. انا ما فهمتش مازال يدخلوا في روحهم مازال يحميوا على درك الله قال لك واحد يحب يكفر يحب يكون واش يكون الشيو وقال لك كيف تسجنون البشر ولا ولدتهم امهاتهم احرار كيف استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهم احرارا هذه مقوله تاع ابو بكر الصديق رضي الله عنه سنرينا فيها مع القران بزاف والله بزاف معليش تبع هذه في القران ثاني لا ديزولي مي نو هذه ماشي قران هذا لا انتوما علاش حنا ما نبوش لي سبنا تو سامبلومون حبس السب اسوا اتي على روحك ماكش اللي يهضر معاك مازال ندير لك فيديو ماشي نهضر معاك هضر على اللاتيزم بغيت تهضر على الاسلام هضر باداب واحترم المسلمين احترم الجزائريين اللي تقول بلي خاوتي واهلي وتحيا الجزائر هذوك احترمهم العقيده الاسلاميه عقل احترم هذا ما كان بركك من السب تاعك ما كاش لي دور بك تكون اتي يهودي مسيحي سي طون بروبليم الله يسهل عليك شنو البيت تاعكم اموانك ما راكوش مسلمين وهابيين هاو كاش تعرف لا ديفيرونس ما بين الوهابي والمسلم قلنا انت يا شيخ لا ديفيرونس بين الوهابي والمسلم ما نعرفوش لان المسلمين كاين بزاف نعطيكم مثال تاع مسلم كو جو كونسيدير كوم مسلمون ميم موا ان طون كاتي جو مي كونسيدير دو سيت برانش لا كاين واحد برك في الموند اونتي انا تي مسلمون اي سي لوي اي لي الجيريان مسلمان قصبة نسيم سون دي مسلمان صحابي مش شامي جا واحد خلي كدا ولا كدا بورتون مسلمين الور لو مسلمان كي واحد يكون مسلم اسمعوا بيان واحد يكون مسلم يامن بلي الله هو يحميه يمن بلي الله هو يحميه الوهابي يمن بأنه هو الذي يحمي الله الوهابي هو اللي يحمي الله فهمت الصغار صافيك من هو يسبك ما تجاوبهش خليه يسب ربي بس كنت وهابي ولا العبد يحمي الله فرق زين الفرق يروحوا يدافعوا على ربي
شافوا هادوك داروا لي كاريكاتير، دافعوا على محمد. وي دافع على محمد سي موندرو صلى الله عليه وسلم، سي موندرو جو لو روفونديك. شدك ليه؟ tu n'y crois pas شدك ليه؟ علاك تسب فيه؟ دافع عليه بالقول، دافع علاش بالدراع ولا نحرك ولا رنقايس ولا نو، مي جي لو دروا ديكسبريمي مون ميكونتونتمون. با ليبرتي ديكسبريسيون اي بور تو لو موند، احسن ماكم تقولوا ولا بطلتوا ولا عيليكم انتوما، حنا نفير نو ديور. لا سا مارش با كوم سا. تسب نهضر معاك. نعم باسكو كيفاش يا با اوت شوز ا دير، ما فيهاش مسخ. لو مسلمان اي بريوكوبي با سا فوا. وي طافي داخل معاك، اهتم بالايمان تاعو، يحب يزيد يسكن روحه بينه وبين ربه، وي خيط لي موسي مع ربه. ما حاش الدين ما يهضر مع حتى واحد. نو حشت الدين تهضر مع انسان. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تنهون تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الدين ما هو شيء بريفي، سي دون ان سيركل، وهذاك لو سيركل اللي بيبليك. باسكو كنت جاي دين بريفي ما عندناش الزكاة، ما عندناش الصدقة، ما عندناش حسن الجوار، ما عندناش تخمم في القليل، ما عندناش تخمم في والديك، ما عندكش حسن تربية الأولاد. هذه كاع سي دو بيبليك، ماشي بريفي مبلع على روحك. نو ما تغلطش، كمل روحك. ما على بالو بحتى واحد، على بالو بلافوا تاعو بينه وبين ربه. صح بينه وبين ربه. الوهابي مهتم بلافوا تاع الناس الاخرين. الله يسهل عليه. انت ما درتش هكذا، انت هذاك حرام، هذاك حرام، تعاقب، منافق. انت ماشي منافق، انت ملحد، مش كيف كيف. هاي لا ديفيرونس. المسلم قبل ما يتخذ قرار، افون دو بروند اون ديسيزيون، يسقسي قلبه، يسقسي مخه. وحده بينه، لان عنده مخ، عنده قلب تاع الاحساس. هذا المسلم. الوهابي لازم المسلم في البداية ما يراش المخ ولا القلب ولا، في الأولى يرجع للمراجع تاعه، كان القرآن وكان السنة، باش يشوف الإشكال تاعه كي ينطرح ويشوف الجواب تاعه. هذا هو المسلم. إذا تشابهوا صابوا زوج قوى المختلفين من عند زوج تاع علماء، هنا يستفتي القلب تاعه وين il le voit meilleur pour lui et pour la communauté musulmane. ماشي في البداية راسك وتخمام تاعك، باسكو بالراس تاعك avec un cerveau humain tu ne pourras jamais déchiffrer un code divin اللي جاي من عند الله. مي سا سي ترو بور توا، ما تكش. شوف كما قال، كيف قال ابن ترمية، كيف قال أبو هريرة الهرار، كيف قال علي أسم بي بن حاج. كيف أسم بي بن حاج سي با ماهوش على الإسلام. أبو هريرة، غادي نعطيك اون انفورماسيون باسكو انت تعاود. أبو هريرة انفرد بعشر أحاديث، برك في الأربع كتب انفرد بعشر أحاديث، انفرد هذا ما كان. صافي كاع الاحاديث اللي قالهم ابو هريره ابار هادو لي ديس قادر نسيبهم من طرق اخرين. معلومه هكا ديها لك. كيف قال الزوابري، كيف قال وكيف قال وكيف قال، هادوك تاوعكم. ما عندوش شخصيه، ما عندوش شخصيه. اما المسلم عنده شخصيه، لان يشوف واش قال له مخه، يخمم مخه ويعمل بقلبه. وي هاي لا ديفيرونس ما بين الوهابي والمسلم. كاين بزاف الناس يقول لك انا مسلم ولكن راهم من جهه اخرى، ما على بالوش راكم وهابيه، راكم وهابيه. المسلم يحب يروح للجنه، سي نورمال. والوهابي يحب يتاكد باللي الاخرين يروحوا للنار. هو فين غادي يروح معاهم؟ هذا ديفيرونس بين النار والجنه. ربي باك لي يحكم سبحانه شكون اللي يروح للجنه وشكون اللي يروح للنار. سي فري المسلم ماذا به يروح للجنه، من الوهابي اللي قتل الناس، هذاك المقتول راه في الجنة مي هو جو بونس با. وشكون اللي يدخل الجنة شكون اللي يدخل النار، هذه أمور ربانية يدخل فيها ني انت ني انا. والوهابي أما المسلم كي ما يحبش يواسي حاجة ما يواسيهاش، ما
سيهاش قلبه ما خلاش ولا ضميره ما سمحلوش باش يواسيه من عطيس. اما الوهابي كي ما يقدرش يواسي حاجه ولا كي ما يحبش يواسي حاجه لازم كاع ما يواسيوهاش لانه هو ما يواسيهاش. هاو الفرق ما بين المسلم والوهابي. طيب مونطا سيدي كونغي هنايا ما سعدنا بوالو ما فهمنا والو ما قلت لنا نيشا ولا الاسلام نيشا هي الوهابيه راك تلمس ولا بز وقلتها لك في لا ديني فيديو جيتي سيغ اي سيغتان بلي ما تعرف والو في والو انت راك هنا باش تسب الاسلام وصاي ولا عبالنا دين وهابي وجدودي بغيت نسقسيك تقول لي الدين تاع جدودي جدودك كان عندهم مصحف اخر كان عندهم قران اخر كان عندهم كتب سنه اخرين مين جابوا الدين تاعهم تقول لي الدين تاع جدودي والدين تاع جوفا با انا عيب شويه وفهم روحك بعد فهم الناس بيسكو انت درت لنا اون كومباريزون enfin si on peut appeler ça une comparaison entre le wahhabi et le musulman lambda permets-moi de te donner une autre comparaison qui serait je pense pour toi plus utile c'est la comparaison entre un érudit alama li yarf umura et un imbécile. L'érudit, lui, utilise dans sa recherche des méthodes dites académiques, basées sur sa longue expérience et ses longues études. Tandis que l'imbécile, lui, n'a fait aucune étude et est expulsé généralement. À partir du secondaire, l'érudit utilise l'observation, l'expérience, la déduction pour finir à un résultat. Tandis que l'imbécile, lui, commence de rien pour n'arriver à rien, juste à montrer qu'il est plus con quand il parle. L'érudit est généralement modeste, bien élevé, bien éduqué, de bonne famille. L'imbécile, lui, est arrogant et indigeste, mal élevé. Il ne fait preuve d'aucun respect, sauf pour ses maîtres. L'érudit attise notre curiosité, tandis que l'imbécile lui donne la nausée, voire même une colique cérébrale à chaque apparition. L'érudit réfléchit 7 fois avant de parler. Tandis que l'imbécile, lui, à cause de son handicap cérébral, n'a aucun contrôle sur ses paroles et il dort même la bouche ouverte. L'érudit pense par lui-même, pour le bien des autres, poussé par sa passion et ses convictions. Tandis que l'imbécile, lui, est poussé par sa connerie, sa méchanceté, sa haine et tout ce qui lui est différent. Mais avec toujours le même complexe d'infériorité. كي لوي ميريتي صغار مازال خير قدام ان شاء الله يا ربي و سي تو فو ريبون تو ريبون سي تو فو با ريبون نو ريبون با دو توت فاصون ا شاك فوا تسبوا المسلمين رانا موراكم هذا ما كان الوقت تاع خليه يهضر واش حبيت وسب كيما تبغي صافي سي فيني تسبوا رانا موراكم اذا عدتم عدنا يا من عشره